مرحبا، اليوم بنحكي عن الريليشن بالاكسس، وممكن احكي عن داتا تايب. اول شيء خلينا نفوت على الاكسس. عادة او بكون الاكسس برا بايكون، او بنكتب هون اكسس. لاحظوا بيطلع الايكون بالشكل هيدا. هلا ممكن اذا ظهرت فوق فيك تعملها رايت كليك، لاحظوا هون بين تو تاسك بار، بهالحالة هاي بتصير موجودة على طول عنا، ممكن استعملها من هون. شو لاحظوا كيف من هون صار يفوت على الاكسس. اول دخول على الاكسس بيجي عندي بلانك داتابيز، بعمل كليك على بلانك داتابيز. هون بضطر احط الاسم، بكتب اسم الوضع وحسميها ريليشن، يعني الموضوع اللي بدك اياه. فيك تفوت من هون تغير موقع تبع الداتابيز، وفيك لا احط كرييت. نمبر 2 مثل ما العادي، مثل باول لكتشر، اول شيء هيدا التيبل 1 في الغي لما بدي اياه. بدي احاول اخلق 2 تيبلز واعمل ريليشن. هون هاحكي عن اول تيبل حسميه كلاينت. هفوت هون كرييت تيبل ديزاين، حبلش اول فيلد عاده بكون كود داتا تايب. بدي احكي عن داتا تايب بعد شوي بس لكون خلص الريليشن. هخليه شورت تاكس، يعني بقدر احط فيه ارقام ولتر، وبعمله برايمري كي فرد مره. برايمري كي مثل ما قلنا هو الفيلد، يعتبر مميز يستعمل يمنع التكرار وممنوع يكون فاضي، فضروري كل تيبل يكون فيه برايمري كي. لكن اول فيلد هو كود، تاني فيلد هو كلاينت نيم، بما انه كلاينت نيم هخلي شورت تاكس. هحاول من هون يلاحظوا الفيلد صغر شوي، بعملها 25 سبيس او كاركتر، هيك بحاول ما ياخذوا سبيس كتير. من هون بتحدد قد ايه الماكسيمو خلايا او ماكسيمو كاركتر. صار في عندي كلاينت نيم، بنتقل هون للسالري. يعني قد ايه بيقبض هزبون، يعني كفكره قد ايه المعاش عنده. هون مضطر اعملها كارنسي. هون عم بنظم شوي بالداتا تايب. 4 تليفون مشان اقدر اتصل فيه، هخليها شورت تكس. بدي احاول هون زغر فيلدات، بعملها مبدئيا 10، بكفي 10 سبيسز. اخر فيلد ادرس، كمان شورت تكس، وهون بدي اعملها 30 يعني او 40 كاركتر. حملها سيف، هسميها كلاينت، وهيدا اوكي. صار في عندي تيبل، بيظهر اشي اكيد هون. دغري هلا حنتقل لكرييت تيبل تاني. تيبل تاني حاطلع كمان تيبل ديزاين، بهيدا التيبل حسميه اوردر، او اذا بدكم اي دي. داتا تايب شورت تكس، بصغر هون الحجم مشان ما ياخذ سبيسز. بعدين ححط هون كود، يعني الشخص اللي اخذ رقم زبون اللي بدي اياه الطلبيه. 3 ايتم، شو اخذ بضاعه، اسم البضاعه. بما انه ما بدي كتير فبحط كمان حوالي 25 كاركتر. كوانتيتي وهي عدد القطع اللي اشتريته من هالصنف هيدا. يو برايس او يونيتي برايس، سعر القطعة الفردية، بتكون كارنسي. لاحظوا كيف بشتغل انا هون. فيلد جديد اسمه توتال، هو بيحسب لي هون، يعني بيعطيني المجموع مضروبين بعضهم، يعني الكوانتيتي ضل اليو برايس. حفوت على الكالكوليتد، هو فيلد يستعمل للعملية الاوبريشن. هون بيطلب مني شو هي العملية اللي بدك اياها، بحط equal quantity ضرب new price، وهذا اوكي. ما تنسوا ان الاي دي بدي اعملها primary key لتصير جاهزة.
بطل. هلا هون في حط بيد، يعني اذا دفع الفاتورة او لا. بتلاحظوا شو عملت هون؟ انا بعملها يس اور نو. زيادة كمان بدي احط شيء اسمه هايبر لينك، حسميه اذا بدكم لينك حسميه داتا تايب هايبر لينك. هي تستعمل اذا حبيت تفوتوا على المواقع لتربطوها بشيء اسمه موقع بالانترنت، يعني لسبب الاسباب بهمك انت تحط بهذا الانفويس او هالاوردر شيء بالانترنت، يفضل يكون هايبر لينك اذا بتستعملها. هاي سيف، حسميه اوردر، وهيدا اوكي. Very good. الخطوة الثانية كيف بعمل relation؟ حيجي لهون data tools relation، بعمل 2 selection، بحط add، وهيدا close. هون كيف تعمل relation؟ وهي بسموها one to many relation، وهي عملية ربط بين field من أول table مع field تاني بتاني table. يفضل يكون اول تيبل هو البرايمري كي، لاحظوا الكود، وبعمل لينك مع الفيلد المرادف له هو الكود، وبحط اشاره انفورس او بتلاحظوا، وبحط اوكي او كرييت. وهون الكمبيوتر بيعمل عمليه ربط بين اول تيبل وتاني تيبل، وهي بسموها وان تو ماني ريليشن. هرجع اذا هالغيها من هون، بوقف باول فيلد، يفضل يكون اول فيلد هو برايمري، وبربطها بتاني فيلد هو ريليتد فيلد، ونحط اصلا وحط كرييت هون، نحط اصلا بس ليأمن عملية الربط. هاي كليك صارت عامل لينك معه. هاي ريليشن اسمها وان تو ماني. وان تو ماني معناتها وان باول جهة وماني بتاني جهة، يعني بالاوردر او بملف الاوردر ممكن رقم زبون يمرق اكثر من مرة. هيك سكرتها هيدي يس. وهون صار في دخل داتا، مثلا فت على الكلاينت، دخلت اول رقم 100، كلاينت نيم اعطيته اسم، السالري قديه معاشه، لان من خلال معاشه بعرف انا لمين بدي بيها بضاعتي، اعطيت رقم التليفون، الادرس، انتقلت لشخص تاني رقمه 200، اسمه، المعاش، تليفون، اوكي. وهيك سكرت اول تيبل، صار في عندي اثنين ريكورد، واحد رقمه 100 والثاني رقمه 200. حفوت على الاوردر، اول رقم هو رقم الطلبية، حسميها A. هون بالاوردر بدك تنتبهوا ما فيكم تحطوا الا من الارقام اللي عنا اياها، يعني انا عندي اثنين زبائن فبضطر احط يا 100 يا 200. شو اشتروا بضاعة؟ اشترينا 4 حبات، حق الحبة تنخول 30 دولار. توتال لازم دغري الحاطة تعطيه بيد دفع. هايبر لينك ممكن تحط موقع على الانترنت، تستعمل هاي اذا حبيت تزيد بالتوضيح. ريكورد تاني رقمه بي، هون 100، ممكن اذا حطيت بالغلط رقم تاني، لاحظوا انتقلت على فيلد جديد، بتلاحظوا شو بيقول لك؟ بيقول لك هذا الرقم اللي حطيته مش موجود عندي بالتابل التاني، لها سبب ممكن تكون محصورة بين هالشخصين، لان هودي المتوفرين عنا. ما تنسوا لما يكون في one to many relation مضطر الارقام المحطوطة هون تكون عاملة بالتنسيق مع التابل الأول. هون عم بكفي الداتا اوتوماتيكلي، لاحظوا الطوط اللي بحسب لك اياها. بنتقل للفيد الثالث، وهون ممكن يتكرر المية. انتبهوا مثل ما بتعرفوا انه الاي بي سي ممنوع يتكرروا لانه هن البرايمري كي، يعني هالرقم ممنوع يتكرر، بس الكود بما انه ريليتد كي انت بتختار من الارقام اللي عندك اياهم باول تيبل، بس مسموح يمرق المية كذا مرة، يعني كأنك عم بتقول اشتريت من هالبضاعة اكثر من مرة لعدة زبائن مختلفين. على طول نحن نحط البضائع اللي نحن نشتري.
هلا خليني اخذ فكرة الفورم، كيف ممكن اعمل فورم. الفورم هو نظام لادخال الداتا، يعني بدل ما ادخل الداتا من هون انا ممكن انا استعمل طريقة تانية ادخل الداتا سموها الفورم. الفورم كيف بعمل الفورم؟ يعني الفكرة التانية اللي حكيت عنها غير الريليشن هي الفورم. حيجي من هون كرييت، حيجي هون فورم ويزرد. لاحظوا هون بتنقي الفورم اللي بدك اياه، التابل اللي بدك اياه، لانه يفضل لما تعمل الفورم يكون في تابل عندك. هياخد الكلاينت، هياخد كل الفيلدات، هاي نيكست، لاحظوا وفينش. وهون صار في انا ادخل داتا من هون. لكن طريقة تانية ادخل داتا من خلال الفورم، تلاحظوا من هون نيكست بصير تاخذهم واحد واحد. هون بيجيك فيلد جديد من هون بتعبي الداتا. انا عملت فورم لاول تيبل، ممكن اعمل فورم للتيبل التاني. اخد كرييت فورم ويزرد، الاوردر باخدهم كلهم، نيكست فينيش. صار في عندي، لاحظوا هذا الفيلد اللي حطيته لينك لك شكله احلى من هون. اذا عملت له كليك من هون لاحظوا شو بيصير. هلا دغري بيفتح لك الموقع على الانترنت، وهي تعتبر اللينك. هو لما انت بدك تحط ادرس على الانترنت بيستعمل هيدا الداتا تايب. اوكي طيب، الفكره الثانيه بدي اياها انواع الداتا. بعد ما شرحت خليني اشرحها شوي اكثر. يعني اذا فت انا على الكلاينت هون عم بحاول اعدل عليه في الديزاين فيو. انا هون هاي الانواع اللي عندنا اياها هون شو هي؟ لأحكيها بشكل سريع، شورت تاكس معناتها بتستعمل لما انت بدك تدخل داتا. هالداتا هي تاكسات، يعني ارقام ولتر، شكلها محدود ماكسيموم 255 حرف. لونج تاكس لما انت بدك تدخل داتا كتيرة وحجمها يتخطى ال 1000 او 2000 او 60000 حرف بتحط لونج تاكس. كنا نستعملها نسميها ميمو قديمة. النمبر هو الارقام، يعني بس بتدخل ارقام. الديت تايم هي مثل ما بتعرفوا للديت تواريخ او للاوقات، اذا بتحط نظام الوقت يعني 8:30 4:30 بيستعمل ديت تايم. كرنسي هي ارقام مع عملة. الاوتو نمبر بيرقم لحاله، يس اور نو هو يستعمل لتقول ايه او لا، يعني بيد او مش بيد، مجوز او مش مجوز. يعني بتعطيك مجال تعطي بس اجابتين يا ايه يا لا، مثل مربع صغير، مثل ما رقت معنا بالاوردر اذا حطينا فيها بيد يس اور نو. والي اوبجكت هاي بتستعمل لشغل كبير، يعني تتخطى الاحرف مثل شيت بالاكسل او فيديو. ممكن يكون هايبر لينك لما تربطها بموقع بالانترنت. اتاتشمنت او فايل او صوره. كالكوليتد تستعمل لما بدك تحسب شغله، مثل ما عملتها انا لما فت انا على الكلاينت على الاوردر، حطيت الكوانتيتي، حطيت يونت برايس والتوتال، ضربتهم بعضهم، يعني اوبريشن لهم، عمليه حسابيه صغيره بسموها نعملها كالكوليتد. لوك اب ويزرد اذا في شيء محدد بدك تعمله انت، ليحه محدوده. مثلا الكلاينت نقول سيتي، مثلا هاي سيتي بدي فوت هون من اي مدينة. اذا اعتبرت انه كل الزبائن عندنا من اربع خمس مدن معروفين ومضطر اجي لهون، فوت على لوك اب وزارة. تلاحظوا كيف I will type next، وهون بكتب اذا بدكم المدن اللي بدي نقي بيناتها. يعني لما يكون عندك limited list، لائحة محددة، حط هون بيروت. اكيد بحط حيلا مدن انا وحط اوكي هون فينيش. بتلاحظوا اذا سكرتها اكيد في سيف. حفوت هلق على لكن لاحظوا صار في فيلد جديد هنا، فوت عليه كبس هسه. لاحظوا كيف صاروا هاي بسموه لوك اب ويزرد، بتكون انت مسبقا حضرتها وصار فيك تختار اوتوماتيكلي المدينه اللي بدك اياها. اوكي